مجزرة بيئية تحصل في دلبتة، عشرات الشاحنات تقوم يوميا بإفراغ حمولتها من الردميات في عقار تابع لدير مار مبارك بعدما تم القضاء على حرج من الصنوبر عمره عشرات السنين. تتقدم إلى ساحة المجزرة عبر طريق شوه قداسة المكان وجماله، الأشجار المعمرة اقتلعت من جذورها، الشاحنة تلو الأخرى تطمر المساحات الخضراء وفق بونات تشير إلى رقم كل حمولة، وهنا أطنان الأخشاب مقطعة وأصبحت جاهزة للاستعمال. وهذا ما حصل عندما لمحنا المشرفون على الأعمال وسط سيل من التهديد والوعيد. يا بخصك شو بدي أنا ضيمن الأرض هون يا خي رئيس. يا بخصك شو روح طلع علي ونوي، روح فاضل طال برا. مني بدك تاخذ الإذن؟ فاضل طال برا. فينا ناخذ إذن؟ لا فاضل طال برا. وهلا إذا بكره طلعت هذه الصورة بنقوم نصافى أنا وياكم. ما تهدد عم المعروف. هلا بدي هدد وعيد. ليه بدك تهدد؟ روح. ليه بدك تهدد؟ ليه بدك تهددني؟ شو عم تعمل انت؟ شبيك؟ مين قال له هون يجي؟ ما انت مينك؟ انت مين لك حق تقصعص هالسجن كله؟ من هو؟ انا هون عم بعمل مشروع. انا ضامن من الخوري. اي خوري؟ الخوري اللي هون. اعطيني ورقة الضمان لشوف. اعطيني ورقة. مش ضامن؟ ايدك عني، ولك ايدك عني. اعطيني ورقة الضمان. خليك مهذب انت واحكي معي بالطبيعة. اعطيني ورقة الضمان، عم يطول ضامن انت. نعم، انا بدي اعطيك الورقة. جيبها. ايه. هلا ما لنا شو معي. كاميرا الام تي في توجهت الى رئيس الدير لاستيضاح ما يجري، فكان الجواب ان الاعمال جاريه لاستحداث طريق حول الدير من اجل تحصينه وحمايته من الحرائق. نحن هالدير في بحوطه 10 معامل، 10 معامل انتاجيه، كل سيارات الشحنات عم تقطع بقلب الدير لتوصل على هالمعامل. من الترتيب انه يكون في ساحه بتطوق الدير، بتطوق الدير تتحمي اول شيء مثل ما قلنا من الحرائق، وثاني شيء تتامن الحصول للدير. علامات استفهام عديده تطرح، فما يجري شوه جبلا باكمله، علما ان الدير يملك طرقا اخرى حوله يمكن استخدامها، وهي ايضا تحوي على ردميات على جوانبها. الردميات ايضا تغزو جوانب الطرقات الفرعيه في دلبتة، وقد تحولت بعض الطرق في هذه البلده النموذجيه الى مكب للنفايات لمئات الأمطار ترمى تحت جنح الظلام من دون حسيب أو رقيب. مهما تعددت الأسباب، فإن ما يحصل هنا في دلبتة هو مجزرة بيئية بكل ما للكلمة من معنى، ونحن نضع هذا الأمر بيد المسؤولين والمعنيين. من دلبتة نخلع ضيمة، MTV.